يلا ولا يلا طيب طيب بسرعة طلعوا بسرعة يلا 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 حرك حرك ولا يلا يا عرض الحوت ولا انت وياه بدي اخذ واحد من كل بيت مشان ينضم للتنظيم شاب بنت ما بتفرق حتى الاولاد بدي اخذهم وبكره رح ارجع مثل هالوقت بس شلون هيك كيف بدنا نبعت اولادنا وبناتنا على الجبل بدكم نبعت اولادنا على الجبل مشان يصيروا مثلكم خافوا الله يا جماعه ما بصير هيك اي والله حرام فرس ولا انت وياه عاجل عي هذا امر التنظيم قلت لكم بدي اخذ الاولاد يعني بدي اخذهم لك عيب عليك عيب عليك تعيط بوش واحد قد ابوك يلا روحوا من هون لك فرس ولا انت وياه احنا عم نستلم الحيوانات ما بدنا التنظيم عيب عليكم لك عيب عليكم بابا بابا شوفي وينو بابا شوفي شوفي خير يا بنتي خير بابا شوفي. بالبايكة بالبايكة متأكد ايش صاير شي زينب تعي تخبي بسرعة الارهابين اجوا عالضيعة شو الحكي وليش رجعوا عالضيعة ليش بدون يرجعوا يا بنتي اكيد مشان ياخدوا زينب بابا هدي اعصابك شوي يا جماعة الارهابين بالضيعة اخي شوفي عم يفوتوا على البيوت ويلموا عناصر مشان التنظيم يعني رح يجيل عنا يلا بنتي يلا هربي لازم نتخبى زينب ابوكي عم يحكي مزبوط اكيد بدهم ياذوكي زينب انت امشي يا بنتي بسرعه يلا عمر انت وعلي يلا يلا بايك يلا فوتوا لجوا ليش واقفين عندكم بسرعه 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 يلا بسرعه بسرعه يلا 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 البسوا بواتكم بسرعه عجلوا عجلوا يلا يا ابني يلا يلا عجل عجل تعالي تعال يلا يلا يا ابني يلا يلا زينب يلا 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 لا معلش انا بدي اروح على البيت مشان اشوف جدي اذا رجع طيب روحي انتبهي على حالك يلا يا بنتي يلا يلا بسرعة عجلي عجلي بسرعة 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 انا ما عم صدق كيف بدكم تاخذوا اولادنا انتو شو عم تحكي ولا ولا واطي هاي اوامر التنظيم ولك حقير شو يعني بدك توقف ضدنا انت وعيلتك اسمعني منيح ولا بدكم تروحوا معنا على الجبل غصبا عنكم وهنيك بدكم تتدربوا عم تسمع انت وياه مفهوم ولا لا طيب ماشي مفهوم ويكون بعلمكم اللي بده يعارضنا رح نقوصه عم تفهموا؟ يلا ماشيين امشي لكان وانت كمان يلا يلا تحركوا يلا يا ابني يلا بسرعة فوت فوت يلا عمر يلا علي وانت زينب فوتوا لجوا فوتوا بسرعة 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 يلا 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 زينب لا تطلعوا من هون ماشي؟ ماشي بابا بس هون برد وبخاف الولاد ما يتحملوا لا تخافي انا بلاقي لكم حل بس اوعكم تطلعوا ماشي؟ حاضر بابا ولا يهمك يلا جدي جدي اجيت جدي انت هون جدي يا ترى وين بدك تكون يا ربي ما فيني ضل لحالي هون شو خبيتون للولاد؟ ايه خبيتون اخي حطيتهم بزريبة التحتانية يلا امشي امشي يلا بعد لشوف بعد بعد هذا انتي؟ والله انتي نيرمين مو هيك؟ اسمع انت وياه في امر من التنظيم ايه منعرف هالشي بس نحن ما في بيتنا شباب لا تكذبوا لا ايه بس كل الضيعة بتعرف نحن ما في عنا شباب كبار وانا ما في عندي غير بنت وحدة مو هيك نيرمين؟ ولك نيرمين شو صار لك؟ كأنك لا شايفتينا ولا بتعرفينا ما تقلي له ما في عنا اولاد نيرمين انت بتعرفينا منيح وبتعرفي انه ما عنا اولاد مو هيك؟ انا اسمي رويدة وهي أول مرة بشوفكن مين أنتو؟ أنت شو عم تحكي رويدة؟ قال ما بتعرفنا قال شو عم تضحكي علينا؟ إيه؟ سكوت أنت وياه قلت لي عندك بنت ما؟ إيه نعم عندي بنت هلأ عرفتك جيب بنتك الأنسي على صحة الضيعة يلا
شو عمل أخي؟ بدون ياخدوا بنتي. شو بدنا نعمل بابا؟ يا الله أحسن شيء إني انضم للتنظيم. ولك أنت شو عم تحكي يا ابني؟ شو يعني بدك تصير واحد من هالمجرمين وتصير تقتل البشر؟ ما بيصير يا عثمان، إيم هالفكرة من بالك. شو بدنا نعمل يا أخي؟ ما في قدامنا حل تاني. أنت في عندك أولاد وأنا اللي لازم روح. أنتوا اتنين مالكم رايحين وراح تضلوا هون والله بيساعدنا ولا ما نلاقي حل. بس ما في حل تاني. اهدى شوي يا ابني، لسه في عنا وقت لبكرة الصبح وبإذن الله رح نلاقي شي حل ونخلص من هالقصة. ما في حدا بس مالهم مبعدين كتير، في آثار هونيك. امشوا. لك شو في شو بحر الباب؟ كسروا الباب. مين؟ خير يا طير؟ شو عم تعملوا هون لك زيدان؟ في عنا شغل يا مختار. ايه ماشي، بس ليش جايب لي كل هدول عبيتي؟ جايين ننفذ مهمة. مهمة شو؟ عندي أوامر وبدنا ناخد من كل بيت بالضيعة واحد. زيدان هذا البيت بيتي، يكون بعلمك انك ما رح تاخد حدا من بيتي. عم تسمع؟ شو في بابا؟ فوتي لشغلك. فوتي. انت شو اسمك؟ حنان. لك فوتي لجوا عم لك. يلا. ليش قلت للبنت تفوت لجوا يا مختار؟ زيدان هاي بنتي الوحيدة. بنت ولا شاب ما بتفرق معنا، جيب بنتك لنضمها للتنظيم. لك انت شو عم تحكي جنيت؟ هيك الأوامر. زيدان انت بتعرف اني ساعدتكم كتير. أوامر التنظيم أكبر مني ومنك يا مختار، وبكرة بتجيب بنتك لساحة الضيعة. زيدان نفذ الأوامر. يلا الحقوني. لك شو صاير لهم هدول؟ وصل البلة دقني؟ أنا بورجيهم. لك شو واقفة عم تعملي هون؟ شو عم تسوي لك؟ شو بدهم منا بابا؟ بدهم ياكي، بدهم ياخدوكي على التنظيم. شو؟ ايه لك؟ لك ليش طلعتي لبرا؟ منشغل بالي عليك. ولك انا كم مرة بدي فهمك، لا تحشري انفك بشغلات مالك فيها وليك مالك فيها. يلا يلا طلعي لبرا يلا. ايه لمين بدك تدق؟ ولك يعدموني ياكي ان شاء الله نقعي من هون. ايه يلا. ألو أنا محمود معلم، أنا مختار ضيعة صارسو. إيه معلم معلم، أنا في عندي مشكلة كبيرة. أهلين خالة وسهلا. أهلين خالة. أهلين يا بنات. ما قدرت ضل لحالي بالبيت ومالي غيركم. خير معمتي يا بنتي، يلا فوتي لجوا تفضلي. الشيخ إبراهيم لأي ضيعة راح؟ ما عنده خبر باللي عم يصير. جدي راح على ضيعة المزرعة يا آغا. لا تقولي يا هالضيعة كتير بعيدة. أي أهلا وسهلا ديالا. أهلا فيكي خالة. حميد جهزت هالأكلات لزينب والولاد. طيب مرت أخي استموا إيديكي، رح أخدهم هلأ بيكونوا جوعانين. أنا بأخدهم عمي، هات عنك
ومنه بضل هالليلة مع زينب. طيب إذا بدك فوتي من ناحية المخزن. لا بالأول بدي أمرق على المستوصف لشوف إذا رجع الدكتور طارق. طيب ماشي، ديري بالك على حالك، بنطلع عندكم المساء. ماشي يلا. انتبهي على حالك يا بنت. حاضر خالتي. يعني الشيخ ما لقى غير هالوقت ليروح من الضيعة؟ هلأ شو بدنا نساوي مع الإرهابيين؟ تعوا لهون، تعوا يلا يلا سطحوا هون، يلا ارتاحوا ونرتاح. هاتي هاتي غطي بسرعة، يلا هاتي 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 يلا رفع بخاتي بسرعة هاتو. يلا بنتي شلت وضعه أسوأ بكتير. حاضر بابا. شو هدول مرضانين جدي؟ ايه والله يا ابني مرضانين. ومنين جايين؟ وشو بيعرفنا يا ابني؟ يلا طلعيهم لبرا، هدول ضيوفنا وبردانين بلا ما نزعجهم. معلش خليهم برا بلا ما يضايقوا ضيوفنا. بس برا ما في صوبيا والولاد هلا بيمرضوا. وشو بدنا نعمل يعني؟ مو شايفه شلون اثنين مرضانين؟ اعطيهم بطانيه بيلفوها عليهم وبيدفوا شوي. لا ينشغل بالك ما بيصير لهم شيء. طيب ماشي. جيت القائم مقام على الضيعة وعلاقته المنيحة مع الشيخ ممكن تأثر على أهالي الضيعة وتخليهم يوقفوا كلياتهم ضد التنظيم، ومشان هيك لازم تحلوا قصة الشيخ إبراهيم بسرعة. إيه بس في كتير ناس بتضيع عم يفكروا مثل الشيخ، ومشان هيك أنا عم قلك لازم نخلص من هالزلمة لأنه بوجوده ما عم نقدر نتحكم بالناس مثل ما بدنا. الشيخ إبراهيم بيأثر كتير على الناس اللي هون، وإذا ظلوا الناس لاحقين ورح يتمسكوا بالدين أكتر من هيك ورح يجي يوم ويقضوا على التنظيم. فورا يا عمر لازم تصرفوا للشيخ بأسرع وقت. بس عم فكر إذا صرفنا لهالزلمة يجنوا أهل الضيعة ويطلعونا بداله 100 شيخ. نحن شايفين يا عمر انه هالزلمه من مصلحتنا يضل عايش، وانتو لازم تقتلوه اليوم قبل بكره. انتو ما حدا بيقدر يحاسبكن، واعملوا اللي بدكن يا مشان تزيدوا الارهاب. انتو نحن ربيانين على الدم والقتل، واذا ما عملتوا هيك راح تكون نهايتنا ونهايتكن كمان. دكتور طارق، دكتور مين انتو؟ تعي جيبوها لعندي لشوف. ما سمعتي؟ فوتي. مين انتي؟ شو عم تعملي هون؟ أنا ممرضة. أنتي مساعدة الدكتور؟ هلا تذكرتك. قلت لحالي نجي لهون نزور الدكتور طارق. وينه هذا الدكتور اللي مفكر حاله بطل؟ وينه؟ ما بعرف ماله بالضيعة. يعني بس سمع بجيتي هرب. طيب مو مشكلة، إذا هيك منشوفك إلك. ممتاز، معناتها فينا نستفيد منك ورح نخليكي تنضمي للتنظيم. أنا؟ إيه أنتي. وبكرة بتجي على الساحة، وإذا ما بتجي رح أعد المستوصف فوق راسك. عم تسمعي؟ عبيتوا الأدوية أنت وياه؟ إيه زيدان. يلا أمشوا وراي. يلا معلم. يلا ولا.